ولمعرفة جاهزية عمل الأمن العام خلال فترة حظر التجول الشامل. ينضم إلينا من منطقة صويلح مراسل المملكة معاذ الحنيطي. أهلا بك معنا معاذ. إذن ما مدى التزام اليوم بإجراءات الحظر الشامل، وأيضا هل تم رصد أي مخالفات؟ نعم انتصار، بالفعل منذ ساعات الصباح الباكر نتواجد في العاصمة عمان ونتجول في شوارعها في مختلف مناطق العاصمة. الملاحظ هو التزام كبير من قبل المواطنين، لم نجد في الشوارع سوى بعض الأشخاص المصرح لهم كبعض القطاعات الطبية، أيضا قطاعات استدامة الحياة كشركات المياه والكهرباء. أيضا لاحظنا في تجوالنا بأن هذه الشركات تحديدا وأمانة عمان وبعض البلديات المجاورة للعاصمة عمان تستغل هذا الحظر لإجراء بعض الصيانات وبعض أعمال الصيانة في الطرق التي تشهد ازدحاما مروريا، مستغلين غياب الحركة والكثافة المرورية عن هذه الشوارع. أما بخصوص المنطقة التي أقف بها تحديدا وهي منطقة صويلح، دوار صويلح التابعة لمديرية شمال عمان، لمديرية الأمن العام شرطة شمال عمان، هذه المديرية التي تعتبر من أكبر مديريات الشرطة في العاصمة عمان، خصوصا أيضا تبرز أهميتها في الحظر لأنها تشهد عدة نقاط تداخل مع محافظات أخرى، كهذه النقطة التي أقف عليها التي تشهد تداخل مع محافظة البلقاء من جهة منطقة البقعة، وكذلك هي مدخل لعمان للقادمين من محافظات الشمال. أيضا هناك تداخل مع منطقة الزرقاء في الرصيفة، وهناك تداخل مع مناطق الشمال في منطقة طبربور بالقرب من الشارع الأردن، وبذلك تبرز أهمية هذه المديرية في مثل هذا الحظر الذي يأتي لتسطيح المنحنى الوبائي. طبعا للحديث أكثر عن ما تقوم به مديرية الأمن العام في ظل هذا الحظر الشامل، ينضم إلي هنا ضيفي العقيد صادق العمري، نائب مدير شرطة شمال عمان. عقيد صادق، جهود مشكورة بادئ ذو بدء، ونود أن نسمع منك ما هي الإجراءات من قبل مديرية الأمن العام الجديدة في ظل هذا الحظر، خصوصا وأنكم دائما ما تتحدثون عن استراتيجيات تتغير بشبه شكل يومي لضبط الأمور، ما هي الإجراءات التي تقوم فيها، وإذا استطعت أن تضعنا بإحاطة عن عدد نقاط الإغلاق في مديرية شمال عمان. بداية نحب نوجه تحية للأخوة المشاهدين ونشكر قناة المملكة، القناة العزيزة على قلوب الأردنيين. بداية زي ما بنعرف دابت مديرية الأمن العام منذ بداية جائحة كورونا إلى تعديل وتطوير الخطط الاستراتيجية الأمنية، وذلك تنفيذا لأوامر الدفاع بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم. طبعا قامت مديرية الأمن العام بإعادة الانتشار الأمني من خلال نقاط الغلق وفرق التفتيش على المخالفات المتعلقة بأوامر الدفاع. تطلع من مديرية شرطة شمال عمان وكما هي كافة مديريات الشرطة في كافة محافظات المملكة فرق تفتيشية على الشوارع العامة والأماكن العامة من أجل ضبط المخالفات المتعلقة بأوامر الدفاع، مثل عدم ارتداء الكمامات وعدم المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى عدم الالتزام بأوامر الحظر الجزئي والشامل، وأيضا الرقابة على المنشآت في كافة المناطق. أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة يدا بيد، وهي نفس الفرق التفتيشية اللي بتقوم بتحرير أو ضبط المخالفات فيما يتعلق بالمواطنين تقوم بتوجيه النصح والإرشاد لكافة المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات، أيضا إلى المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي. الهدف من هاي الحملة اللي هو إيصال فكرة واضحة لجميع المواطنين إنه الهدف من هاي الحملات هو صحة وسلامة المواطنين وليس تحرير المخالفات. صادق بك، الرسالة واضحة بأن هذه المبادرة تسعى إلى إيصال فكرة بأن الهدف هو حماية المجتمع وليس المخالفة. هنا أحب أن أذهب إلى سؤال آخر أو إلى يعني شق آخر. داخل الحواري وداخل الأحياء السكنية هل هناك دوريات راجلة أو دوريات مسيرة ببعض المركبات يعني التأكد من عدم وجود تجمعات داخل هذه التجمعات، خصوصا وأن منطقة اختصاصك هي من أكثر المناطق التي تشهد كثافة سكانية، وكيف يتم التعامل؟ يا سيدي العزيز، كما أسلفت قبل قليل أنه
عندنا مجموعة كبيرة من الفرق التفتيشية بالإضافة إلى دوريات النجدة وأيضا المحطات الأمنية التابعة للمراكز الأمنية تعمل جولات في مناطق الاختصاص، بنركز على مناطق الازدحام والشوارع العامة، ولكن أيضا لنا مجموعات بتدخل بين الأحياء وبتراقب التجمعات وبتمرر المعلومات لنا أول بأول يتم التعامل معها من أجل ضبط العملية الأمنية. يعني كان في الفترة الأخيرة هناك ملاحظات ترصد بوجود بعض التجمعات الاجتماعية يعني المناسبات الاجتماعية من عزاء إلى فرح إلى بعض الولائم، كيف يتم التعامل مع هذه التجمعات ويتم رصدها؟ طبعا احنا بنرصد المعلومات هاي بشكل مستمر، وأيضا لدينا غرف عمليات بتتعامل مباشرة مع هذه الملحوظات، في حال وجود أي ملحوظة مباشرة يتم التحرك والتعامل معها من خلال مجموعات المراكز الأمنية. طبعا التعليمات فيما يتعلق بهذا الموضوع واضحة، ونطبق القانون بحزم ولن نسمح بأي تجمعات مخالفة لأوامر الدفاع. في ظل أيضا في ظل يعني هذا الوضع الوبائي، هل يتم ما أحيانا مثلا في ضمن مناطق الاختصاص رصد تجمعات في ظل الحظر الشامل، تجمع عدد مثلا معين في منطقة معينة أو كذا، هل ترى مثل هذه الملاحظات ويتم التعامل معها؟ يعني في ورد عندنا بعض الملاحظات ولكنها قليلة جدا، ومباشرة تعاملنا معها وأجرينا اللازم بحقها، طبعا نتخذ إجراءات قانونية وإجراءات إدارية حسب تنفيذا لأوامر الدفاع. عقيد صادق، لو قلت لك يعني أختم بهذا السؤال، كيف تقيم اليوم التزام المواطنين بالحظر الشامل، وهل هناك مخالفات تذكر أو عديدة في أيام الحظر الشامل؟ يعني بصراحة الغالبية العظمى من المواطنين عندهم التزام، خلينا نحكي 90% من المواطنين عندهم التزام بأوامر الدفاع، ولكن في يعني تنقول فئة قليلة غير ملتزمة. طبعا احنا بالتوجيه والإرشاد وتحرير المخالفات يجب ان يتم تحرير المخالفات بحق هؤلاء المواطنين المخالفين، واسمح لي اوجه شكر لجميع المواطنين اللي بتعاونوا معنا وهم الشريك الاستراتيجي والأساسي بالعملية الأمنية، وان شاء الله ربنا بنصرنا على هذا الوباء وبنخلص منه، وبنردد مقولة سيدنا الله يطول بعمره سننتصر بإذن الله. بإذن الله. جهود مشكورة عقيد صادق لك ولكافة طواقم الأجهزة الأمنية والجيش العربي الباسل في الميدان. يعني كما استمعنا انتصار لنائب مدير شرطة شمال عمان، هناك التزام كبير من قبل المواطنين بهذا الحظر الشامل، خصوصا وأن الحظر الشامل بات يعني جزء من الثقافة اليومية للمجتمع الأردني في ظل هذا الوباء. كما تشاهدين هذه النقطة أيضا هي من النقاط الموجودة على دوار صويلح، وكما قلت لك تبرز أهمية هذه النقطة بوجودها على مدخل العاصمة عمان من القادمين من محافظة البلقاء أو القادمين من محافظات الشمال. هناك تقسيم للمهام ما بين كل مرتبات الأجهزة الأمنية، سواء كانت إدارة السير أو مديريات الشرطة أو دوريات النجدة التي تتجول، أيضا وجود القوات المسلحة الجيش العربي مع زملائهم من الأجهزة الأمنية للحفاظ على أوامر الدفاع. نعم. هذا الحظر الذي يعني تؤكد الحكومة بأنه يساهم في تسطيح المنحنى الوبائي وصولا إلى تخفيف الأعداد وكسر سلسلة العدوى. هذا كل ما لدينا حتى الآن، إليك انتصار. شكرا جزيلا لك من منطقة صويلح، كنت معنا مراسل المملكة معاذ الحنيطي، أيضا شكرا لضيفك الكريم.